أنا من الرميلي بقضاء الشوف وعندي حلم كبير كبير حددها؟ ايه عن جد؟ هم الأوكاب؟ ايه ماشي فيها. وهالطريقة بتوصل إلى الجنة. مثل كل البنات، تانيا بتحب الموضة وبتحب كتير. صدق بس صارت عند حالة. وعم بفتش على العريس. وقعدت شو فيها أنا؟ وكمان رسمة. لا. عريس اسمع. مظبوط يا سيدي. دامك سكت صبر. قريبة من القلب. وبتتمتع بروح برحة وعفوية. أهم شيء الشفاف. بحب أتسلى. ساتر أستر. بحب أتضحك. إلين إلين زحمة إلين أختك بحب لنتو بحب العالم بحب العالم ما عم يسألني السؤال عن جيب أوكي بحب أوكو خلينا أسمع أنت ودي شغل راسك كتير شربتي بين العريس بين النجومية وبين الشغل الجامعة نفس الفنجان ولكن شوي فنجان بين كل هالأشياء نكتشف بالأسابيع اللي شغلت. حلو. ايوه. ابراهيم. البرتاجة حلو. شوف 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 شرف. ابراهيم ليشتي 22 سنة ليشتي. طالب جامعي واختصاصه تجارة وفي ذات الوقت بيشتغل بأحد المصارف. صعب على ابراهيم الانفصال هذا وين وهو الجيتار إبراهيم بيمضي وقت كتير على بحب تشاتل وخاصة على أحد منتديات ستار أكاديمي لو متعب على البيانو كنت مصر متعب وين على البيانو تعالي لا تضرك هو بيقول انه بفضل لعيبه اللي بتحضنه وبتشجعه اخواني ستة مو شوية ما انصحكم حد يتحرش ابراهيم بحب نظيفة بنزل مع اخوته الخمسة اللي بيرفقوا بكل نشاطاته ولا سيما كمال الاجسام يا امي حتى الملك خذ ما حد يتحرش ابراهيم شوف شوف الاجسام ايش صار لك طيب هذا انت؟ هذا الاخوانك هذا الاثنين اكيد يعني من وين متجرهم هو جو شكله ها كيف حسون حياته مع عائلته الجديده الحين نشوف العرض ابراهيم هلا وانا عندك في يوم الايام صراحه انا بعد اخواتك رجعوا كل ناصر ابو لافت 25 سنه بوزو فروم جوردن كنيسة مباراة عبد الناصر سافر على مصر لمتابعة دراسته في هالوقت شكل فرقة راب واشتغل على بعض الأغاني بغني عربي تعرف من جيل ابوي ابوي شباب تعرف صوت وموسيقى انا ما في شيء غربية بالاساس انتقلت للجيل الجديد وانتشرت بالمجتمعات العربية وهي بتعبر بكلمات مباشرة عن واقع الحياة الاجتماعية والسياسية واليوم صار في عدة فرق عربية بتغني الراب يبكيني لما يذكر بلدي واشوف اللي فيها ما طبعا بيغني وبيغني صحيح وعنده شوكو قصفي وعنده حفوان وراعب ولاد الحي فهو ملقب بالامبراطور هذا اي تكفى اي جينكو منطقي شو هيسأل الوان ماشي الوضع هذا كبير الطول وقت من حالي ما بتلبك وانا ماشي ما بطلع خيالي او رؤية كل اخير فما فيها اشي ثاني لانه ببطل يدعمنا عبد الناصر بيشتغل على مظهر الخشب لايكس او لايكس كيك بوكسينج اي نادي هذا ناصر شو انت وين يحارب ابتداء من اليوم حلم عبد الناصر بلش حافيه امبراطور
الجبل يقف يا اخوي مش عارف ايه هذا ميدان بيجناس زين هلا باينك يلا الموسيقى اصلا كانت تخوف والله والنار اكيد وين ايناس بعد على التليفون روح شوف باي باي حركة واحدة ها زي كيف نحن بالضبط مش هيك انت ملاحظ زي ما احنا نغني على المسرح تحس انه ما مش طالع الصوت بتشد حالك مزبوط 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 باي اسمعوا هون بشرفكم صح هني انا كنت ورا هني انا كنت ورا معك توقفوا مع ميشو صح ميشو لما قلت لك لا خربطت شوفي كمان كيف اخترقتي ليه مين بيحكي باش مين بيحكي الله بعد ما خلصت ماشي خايف كثير يلا برا هيك انت شوفوا انا شنو خلصنا 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 هيك جاي والله العظيم وحياه الله حلو 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 عملتي غلطه هلا قدام شو ما قلتي كلمه عادي لو مبين اصلا ايه مش مبين ما قال قلت له منا مبين حاطط مصادي امر هو بس يا بس نصور يلا شوفوا صدمت انا ابراهيم يا رب يكون رحمة أمك لبيزة بس برا ليش هيك صوتك هيك هلو وين نزلوا ترى شوف الناس كيف ولع الو الو زين